بدلا من الصعود إلى هذا الموقع على أكتاف الإرادة الشعبية رضي أن يصعد إليه على ظهر الدبابة. والدكتور حمدوك يعلم من قرائن التاريخ الإنساني إنه إرادة الشعوب هي التي تكسب التاريخ وليست الدبابة. وقع اتفاق سياسي تأسيسا، الديباجة بتاعته بتقول إنه هذا الاتفاق مؤسس على قرارات قائد الانقلاب، وبالتالي تلقائيا ومنطقيا هو قبل أن يكون رئيس لوزراء الانقلاب. نحن نحيي المواكب الجماهيرية مرة أخرى ونتعب موكب الغد 30 يونيو، وحنكون مع الناس في الشارع ونهيب بكل جماهير شعبنا الاستعصام بالسلمية ومقاومة هذا الانقلاب إلى تشييعه، إلى حين تشييعه إلى مثواه الأخير اللائق به في مزبلة التاريخ كما قلت.